السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتكم مدرسة الحياة ليكول دو لا في، ومرحبا بكم أيضا في درس جديد من برنامج التعلم والتحدث باللغة الفرنسية في فرنسا وكندا وبلجيكا وسويسرا. هذا الدرس سيكون تتمة للدرس السابق الذي رأينا فيه المؤنث والمذكر للكلمات باللغة الفرنسية. إذن على بركة الله نبدأ الدرس التاسع من هذا البرنامج. بسم الله. إذن لدينا لوغ، لوغد، لوغ، لوغد، ثقيل، ثقيلة. للمذكر لو ماسكولان نقول لوغ، لوغ، لا ننطق حرف دي. وبالنسبة للمؤنث لو فيمينا نقول لوغد، نضيف أ على فان، نضيف أ في الأخير وننطق حرف دي، تصبح لوغد. إذن لوغ، لوغد. Léger, légère. Léger, légère. خفيف, خفيفة. بالنسبة للمذكر le masculin نقول léger. Léger, léger. بالنسبة للمؤنث نضيف e تصبح légère. Légère. إذن لدينا léger, légère. Mince, نحيف أو نحيفة. في الحالتين المذكر والمؤنث le masculin et le féminin نقول mince, mince, mince. Maigre, نفس الشيء، نحيف جدا أو نحيفة جدا. في الحالتين المؤنث والمذكر le féminin et le masculin نقول maigre, 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 maigre. Gros, grosse. Samine, samina. بالنسبة للمذكر le masculin نقول gros، لا ننطق حرف S الذي لدينا في الأخير، نقول gros, gros, gros. وبالنسبة للمؤنث نضيف SE، le féminin نضيف SE فتنطق grosse, grosse, gros, grosse, gros, grosse. Exigeant, exigeante. متطلب, متطلبة. Exigeant. بالنسبة للمسكولان مذكر نقول متطلب بالفرنسية exigeant, 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 exigeant. بالنسبة للمؤنث le féminin نضيف e، on ajoute e à la fin، نضيف e في الأخير تصبح exigeante, 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 exigeant, exigeante. Fou, folle. Majnoun, majnouna. للمذكر le masculin نقول fou, ou, fou, fou. بالنسبة للمؤنث نقول folle, oh, folle, folle. Fou, folle, fou, folle. Curieux,
curieuse. Fodoli ou fodolia. Curieux. 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 Curieuse. Curieuse. Curieux. Curieuse. أو نقول أيضا محب للاستطلاع أو محبة للاستطلاع. Curieux. Curieuse. Curieux. Curieuse. Ennuyeux. Ennuyeuse. Momille. Momilla. Ennuyeux. Ennuyeux. للمذكر le masculin نقول ennuyeux. للمؤنث le féminin نقول ennuyeuse. 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 Ennuyeux. Ennuyeuse. Ennuyeux. Ennuyeuse. Idiot. Idiote. Idiot. Idiote. Mughaffal. أو مغفلة. إذن بالنسبة للمذكر le masculin نقول idio. I dio. لا ننطق حرف T الذي لدينا في الأخير. On ne prononce pas la lettre T. Idio. I dio. Idio. بالنسبة للمؤنث le féminin نضيف E. On ajoute E à la fin. تصبح idiot. 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 Égoïste. 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 Anani. أو أنانية. أناني أو أنانية بالنسبة للمذكر والمؤنث في الحالتين نقول في الفرنسية أو باللغة الفرنسية égoïste. 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 Capable. Capable. قادر. قادرة. بالنسبة للمؤنث نقول قادرة. بالنسبة للمذكر نقول قادر. وباللغة الفرنسية في الحالتين المؤنث والمذكر le féminin et le masculin نقول capable. 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 Incapable. غير قادر أو غير قادرة. أضفنا un قبل الكلمة أصبحت ضدها. غير قادر أو غير قادرة. إذن incapable. 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 Possible. Moumkin. Ou moumkina. للمذكر وللمؤنث. Le masculin, le féminin, نقول possible. 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 Probable. Probable. محتمل أو محتملة. المذكر محتمل. مؤنث محتملة. باللغة الفرنسية le masculin et le féminin نقول probable. 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 Probable.
probable, improbable, غير محتمل أو غير محتملة. نضيف un قبل الكلمة تعطينا ضدها. Improbable, improbable. Juste, صائب أو عادل. صائبة أو عادلة. في الحالتين نقول juste, juste, juste. Injuste, غير عادل, injuste. Vrai, vrai, صحيح أو صحيحة. حقيقي أو حقيقية. نقول vrai بالنسبة للمذكر، والمؤنث نضيف e تصبح vrai avec e à la fin، لكن في النطق لا يتغير. vrai, vrai, vrai. faux, fausse. خاطئ أو خاطئة. زائف أو زائفة. نقول بالفرنسية المذكر لو ماسكولا نقول faux, او faux. بالنسبة للمؤنث لو فيمينا نقول fausse, fausse, faux, fausse. إذا وصلنا إلى نهاية درس اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.